هدي عليلي هاد لك ولنته عليلي وهذا عيل بن آدم كبضي أما هالنغضو ما صايب كلوك وجوهب ستي سيدتا ذنوب توكر دلتي يا عماشة سميسو إلهي سبحانه وتعالى وحو سودتشي دو قرآنك كتع الله قصص قرآنك كي يالنا إلهي وينوغ ورمي ويقنا نفس الدواء ترياقي لقد وين يي عديري قاية لبتاسيا قفكو ينو سايكولاتشي كالور لبودانا وارد لبوكا كمدا لكن إلهي سبحانه وتعالى ترياقي يدوي نقسيي ليس كده ويهو دادك سايم بدنيه المامي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المامي كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نفدم من تيد قريبا يددمين بإلهي سبحانه وتعالى ونلشانا ينكوشرنو هدي قراردي يهدي معانتي هدي عدكتي يهدي فضدهي هدي دب كولم موغطي هدي دل كولم موغطبا إلهي وحلي قيرا كدام بيسا وحانا ندكوي تحامي أبا إلهي لي بالشر والخير شرك إيا خير كاللبضة بوايد كوي تحامي يا بالا لي سبحانه وتعالى خير والغوي تحامي ونمعية برارة الغوي تحامي سيدي نبي سليمان بالغوي تحامي وهو لبا امتحان دقار كود إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وتلمامي إلا وضلبضي متكوين امتحان كوين إنا اللي قليه وإلهي سبحانه وتعالى قال يوك قول استدمتنا نعم العبد إنه أواب لك سفهي نبي امتحان بالقوة اتحامي سيدان بيك لو بدن قرآن كإلهي كقور رمي قار لدلي قار بكوضي قار لحدي قار لعيمدي قار دلك لغا ساري قار دبل قردي مشاكل ودن بإلهي كقور رمي إلهي سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن قال لنا فرين نددال له لكن مركا نددال كان لن نمادنه أحال لنا فرين إن إلهي تلصارنه وحكا لو إنتاك الضمبيسة قفكو وحو مسؤول كي ينتي أوديسة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها حدنا أدقو أن مسؤولية بقب أياد عرق ميواي مرك هذا ركض مسلم عنا الله هيو يددنا مسلمين ولا بابيي دمر يعرور لا ترتري دد جواردي لدول مريي قار ديورا دلقو قراعي قار كاريا لدول بوتسيي قار نابا لقو ردي وحكست مرك هذا ركضه نفط ضيقة بيدري مسايا عديد هذي مسلمين ما ينون خو حرسانتي قفكو ينو سايكولاتشي كالور لبودانا وارد لبوكا كمدا لكن إلهي سبحانه وتعالى ترياقي يدوي نقسيي ليس كدويه دادك سايم بدنيه المامي إلهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام اركي لبينيي يا ربكي وحلق الشيغي اي ساقلقو جيس جيسي اي دي بودن لو جيستي إلهي سبحانه وتعالى وحو سودتشي دو قرآنك كتع الله قصص قرآنك كي يالنا إلهي وينوغ ورمي ويقنا نفس الدواء ترياقي لقد وين يي عليلي قاية لبتاسيا إلهي نبي الله محمد وحو تلمامي فاستع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون هذا حق الشيخ بال ليري أنا كاكف لم كون ديل ليلي كو إلهي غيرك عابد يدين لا أنت وضحي لكن هذا إلهي وحط المام
isagoo intii saarayd markii la yidhi sheeg waxa kaloo loo tilmaamay dhib kale uu dareemaya haddana inay jirto walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk baa ilaahay yidhi waxaanu ognahay baa ilaahay yidhi in laabta ku cidhiidhiyoomayso oosaanay laabta u cidhiidhiyoobin iyadoo dawi lqurba iyo intii ugu dhoweyd ay tahay inta looga taaglaayay maxaad yeeli lahayd haddii dadka qofka kuugu dhowi intuu ku dabagalo halkaad istaagtaba yidhaahda waa beenti ka yarana adeer u ah nebi maxamed adeerkii rumaa daba socday abiilahab oo halkuu istaagaba leh waa beenti wuxuu sheegaya waxba kama jiraan ma aha in la beeniyo qura nebiga calayhi salaatu wasalaam aan la rumaysan ee xataa waxa loo diiday inuu wax sheegi karo wax la gaadhsiiyey xad bulshada laga dhaadhiciyay inuu waalan yahay ya ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka la majnuun ay yidhaahdaan tufayl ibnu camar waynu garanayna inuu dhagaa soo furaystay isagoo laga dhaadhiciyay inuu ninkani waalan yahay ama wax sixro dammaad waynu garanaynaa inuu nebigaba u yimo yidhi war waxa la yidhi xoogaa waaliyaa ku haysay aan ku daweeyo riixdan tufaayo waxbaan akhriyaayo cidhiidhiga uu nebigu dareemayay calayhi salaatu wasalaam intuu leegyahay dhanka kale ilaahay oo la caasiyayo sanama la caabudayo rabbu samaawaati walardi laga gaaloobayana uu taagan yahay lacallaka baakhicu nafsak ilaahay ku leeyay naftaadaada cidhiidhi gelinaysa ama halaagaysaa inay rumayn waayeen alle subxaanahu wa tacaala daraaddeed haddaba ilaahay daawuu siiyey waxaasoo xanuuna laabtiisa kaga maydho walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbik wakun min assaajidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixsaa la yidhi adigoo ku dheehaya amase ku maraya mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala atasbiix macnahu fi luga atanziih aw ilibcaad bay yidhaahdaan waa fogeyn adoo ilaahay ceeb iyo xumo ka dheeraynaya baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala ilaahay tasbiixdu waa ilaahay oo wixii u cuntamin wixii naqaa'isah wixii liidasho iyo aan rabbi sifaadkiisa ahayn oo ilaahay aad ka nasahdo xamduguna waa cagsigeeda waa ammaantii iyo ilaahay afcaashiisa iyo asmaadiisa wanaagsan aad ugu mahadiso oo aad ku ammaanto huwa thanaa idan waa nafyi iyo ithbaat wada socda waa salbi iyo ijaab waa ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad xumo ka dheerayso wanaaggana aad u nisbayso oo aad kaa ku wardida baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala waxay daawo kaaga tahay dayqu sadriga ku haysta laab cidhiidhiga wakun min assaajidiin fasbir calaa maa yaquuluuna wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla غuruubiha wamin aanaa'i اlleyli fasabbix waadbaara السujuud ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi sabir waxay ku hadlayaan ku sabir wasabbix bixamdi rabbikna ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasbiixso bale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aanka ku baray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo innagaba rida nafs iyo tasbiixdu inay wada socdaan fii suurati taaha ilaahay muxuu leeyahy fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla غuruubiha wamin aanaa'i اlleyli fasabbix waatraafa annahaari lacallaka tarda ay kay tarda baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala tasbiix la kaalay adigoo ku maraya ilaahay xamdigii goormaad la imanaysaa qabla طuluuci الshams ay qabla الshuruuq waqabla الغuruub waanaa'i اlleyl wa awali اnnahaari wa aakhiri intaba tasbiix la kaalay baa la yidhi waagu intaanu beryin tasbiixso gobolku intaanu dhicin tasbiixso habeenka bartankiisa tasbiixso maalinta labadeeda dacal tasbiixso tasbiixda iyo xamdiga haddaad waddaba ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala maxaad gaadhaysaa lacallaka tardaa ay kay tardaa mufasiriinta badhba halkan ku fasira salawaadkaa loo jeedaa laakiin culimmadu waxay leeyihin wasalaatu hiya tasbiix salaada lafteeda tasbiixa
في بيوت نادنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كتل مام. يسبح ده روحي مفسرين تذكر رأي سيد إن يتهي محي صلاة دي أمسه دي الصلاة ده وحيابه وقوين اللي قبطاه وقفك مصلق وسميا وتسبيح يتحميد. ونبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم نكي صلاة ده كل حد لي هذا بيتنا صحابه وما أكتي عمر كده من النبي جو يرد وحبر يروح إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك في علماء واحد هذا تضرب ما يلود صلاة كم دال التسبيح صلاة صلاة افتتاح وتسبيح سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاحا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القسم هي صلاة وتكبيرا وتسبيح إله سبحانه وتعالى لولي ما ده ركوع هي السجود ندوى تسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذي يعني إما نوع التسبيح صار ري مركل الركوع سيء مركل الركوع سيء كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك يعني إما نوع بصار ري ركوع هي سجود هي نوع تسبيح هي تحميد هذا القرآن أخرده أو آية تسبيح سوى مرتنا ولا تسبيح صدا أنت تسلا دك وشرت قف كان فاتحة قرنا إن محص ما ينيا إسنا تسبيح سال يدي مكان الفاتحة ينوى تسبيح مركة سلا دا أدبار سجودنا أما مركة سلا دا كب حضنا ينا تسبيح سال يدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإن جانا دارنا مركة سلا دا كب حنو انت صاحب دي انت هذا بدرنا وتحميد وحمد له فاتحد الله بلا باب الحمد يا ركوع ده حمد الله صعته سمع الله لمن حمده حمد له سجود حمد الله صعته انت كلنا وتحميد يعني صلاته وسبحان الله وبحمده فعله. ولذلك بان النبي قال له سبحانه وتعالى وحوت المامية وحعريد هيستوح كقبح يائن ايتهي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينو قوى الرمية نبي أنبيد إلهي كمده وعديري قلي مال أذك دعي وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي بدك دعي وبدأ قرآن لو دينك كلون لقي وعلى الكلون كسيشرة انتو بدك قومي داد بيها مسكد حصبين يسوي للرجات قبطايه كلون علوشي كتشرة أي إلهي كورمي سبحانه وتعالى ماشا محكا عديري بدن حكا ورور بدن إن أدبط كل عضو وقال لعس كذا لحين وهدنا نمري كل قه وهذا علول نمري قشو ميش أما دو مركا وقاله إلهي وحلي فنادى في ظلمات مقدية دا حدود وكان واقي حكو دواقي أنت ومفسر ذي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وحكو دواقي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي وادي كليل وعابده سبحانك حمك وفنان تاد عبك فقان تابو لي وحط المام إياه أعماشي سسمية ونوني وحن كرت بمينين أنا إلهي مرنا بيسك الظلمين إلهي لست بظلام للعبيد بوليه بل إني كنت من الظالمين
إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحينا وشاهده إنه كبت بادي سببت أدرادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هديلي أنو كم دهان لهين بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبروح إليه قوة تصبيح صدا وحلوقة شهدا في بطن الحوت كوي قوة تصبيح صدا مفسرين تبروح إليه أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دبتنا في الشدة إلهي حسي سبحانه وتعالى لبدا تفسير لبدا تفسير بنواصح هدي أنو كم دهان لهين بإلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكتشري لها هالكاسي إلهي أنت لك صبحين يا رب إلهي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة ترياقة أما الدواء النبتة إعليني قلابادي عرض لك قبحه يعيلك لك قبحه عموما وإلهي ذكره مرقهوري ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحا قرآن سيت المامي مركز أذكار تقار كمدة ذكر إلهي سيت المامي وهي التصبيح إذا مررك قارك بضيع علماء كفصيران الذكر كله هنا التصبيح يعني إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامي مركز سيت داوة ينوت بل عكس جنوة كداوة آدنه مركو حوق يحوله يوح حالنا ين كبر كو قاده كبر كنوا كدوا مركه هل ين النبي محمد عليه الصلاه والسلام مركي ونصر جاي غوشا ين معاد هلينا يدا لازم بالويري اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا مركه دركته الهي غوشي سوين اي كوتبي اي فرشاد اي كوتبي وأدركت دتك الدين تسوق ليه ما حيث ما يبقى إلهيري فصبح بحمد ربك واستغفره آدنه مركا يقول استوي كبران دبتنا واحد هو ما لنتي حرية ده وما لنتي حوق الله صابن ده وما لنتي دتك ورد مسوي ما ده وما لنتي ما دحض خد وضعي سو ما دحض هذا شهر ده من محيك وهذا شهر وقول يسنى وحوق يسنى ويقاس شهر مال ما حرية ده يا مال ما استغلال كي يا مال ما الله شيء قدرن آدنه يسقى الشجع إلهي ستاين ما أمرن إلهي وحينا أمره هداد حصة إنسان مركات درين تدني عمدا الله سبحانه وتعالى يا تقول يسته يا عدو قا كاردعه إلهي كاريبه يا مبدأ وفافه يا دتك الرأي قا قات يا دين الله صقله أنا أبا المركز يا شكر قيد وحويا بإلهي لي فصبح بحمد ربك واستغفره ما أنت أنا إلهي أم بالله شيغا ما أنت دبت لغوشيرنا إلهي أم بالله حصايا الله شيغا ما أنت برادها لغوشيرنا إلهي أم بالله حصايا الله شيغا تجدد النعمة ولا سجود ولا شكر إلهي أم بالله حصا سجود ونوع من الشكر ونوع من التصبيح قفكم مركز سجودا معيد هذا سبحان الله أبو دير هذا مركز سجود الصوت الله ما يراده سبحان ربي الأعلى بالله يراده نعم كم مركز شوفوا دارو كلا دجا إذن إلهي وحينا تلمام يا سبحانه وتعالى عافمتك آدنه إنه كتر إلهي شيخ شيخ جيسة يا أمان تيسة إنه كتر عافمتك بن آدم هدي عليلي أدلك كلنته عليلي وهذا عيل بن آدم كبضي أما هالنغضو ما صايب كلوكو هبستي سيداتا ذنوبتو كدلتي يا عماشا تسميسو سيدا مشكلات كا قدرتها لكو لانتي نبي يونس وكالي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحي أي بدان قريشي لبدا بوحى ليلي فصبح بحمد ربك إلهي وتصبح سبحانه وتعالى أيها الأحبة واحد وقاتها إنا نقول نحن والله كون دن و إلهي التصبيح سنية كون دنو دوق كيير يوي هاي التصبيح دوق قول خلاف سنية وكآدنة هي جنك سد ردد بإلهي وحلي ويصبح الرعد بحمده
أنكت كاد مغلي سار إلهي بو تصبح سريا إسقو إلهي كده هي حمدك الرب سبحانه وتعالى إلهي وحو قرآن كينا وقت الماما وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير إلهي وحو نقول ربي النبي داود الشنبره يبور الله تصبح سنيا بل قرآن كوحي نوشي يقيا الكائنات كلها إني تصبح سنيا واحد شوقود من تسبح سنيا ألم ترى فليلا يحلي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا سماواتك تضبض يدلك إيا ومن فيهن بايل هيله ويونيفرس كوردن كونك دمانتي وإن من شيء بيلهيدي وحبب الشيء مجره إلا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحه لما أنتو دي لهي بيو تصبيح سنيان إذنكم بان فهمين سدو تصبيح سنيان بيلهي لي سبحانه وتعالى وهي لهي وحينو الشيء كائن كستابا أما شرك كستابا شريتان كستابا قاب قارو سقو تصبيح سدو إلهي ولحرين إليه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ميانا ذلك إن با إلهي إليه ميا دوغين إن عرك يردلك وحد شوغا با إلهي وتصبيح سنيان يشن برحم بالش كلف في دين يعني ربك ودو تصبيح سنيان إلهي بوحوغي كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون إذن أيها الأحبة بل مررك قاركوت أيا إلهي رمقشية كائناتك كلا تصبيح دود وكحديثك بخاري كوية الله ابن مسعود وليه ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل نبي عليه الصلاة والسلام يضع الله لفرد يعنى الله عنى يوه أيوب بن مسعود حلي عنادي أن عني نيب أن مغلي نص سبحان الله ظله يضع الله عني يتسبح سني سيقول لي عنده ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أبو حلي حديث كالطبراني ورني الشيخ الألباني صحيح قلت الإمامي من الحجر العسقلاني ولا الرجال كسر مواثقات إني شاهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة قبان لفد يبودي نبي عليه الصلاة والسلام وقعنت كوها يبودي حصى قرورح بقعنت النبي كوها عليه الصلاة والسلام قرورح قعنت النبي كوشري أي تسبيح سنة يبودي داد كما يشفد يوحى كم دبو لي أبي بكر هي عمر هي علي هي عثمان با كم دبو تلمامي داد كودمي وي مغلي قرور حاصي تسبيح سنة يا دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام قرور حق عنتي سكوتشري بق حنتي يري ريدا قا عنتي سكوتشرتي أو سبحان الله له أيو أبي بكر وديب أبي بكر مركي لودي بينه وسك تصبيح ده وسعاطي سدي بيو تصبيح صدي دبتنا أبي بكر نبي موسى عليه يضع تصبيح سنس نبي عليه الصلاة والسلام وحودي بهذا عمر عمر رجع عنتي سمركي لودي بيو التصبيح سنس أبي الدروح مركز تطي الماما إياه لما أنت هنا والتصبيح الأولي ومغلينا يعني تيه راقورا ما هتا أنه مغلين يقول إيه مركز يا أبي بكر قعنتي سكوت تصبيح سنة سنة ومغلينا مركز عمر كوت تصبيح سنة سنة قعنتي سنة ومغلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام مركز لقسو علي أي عثمان يا علي وديبي لبدا بارا قعنتي ودا إياه كوت تصبيح سنة ثم دفعهن إلينا بيدي أنا جا مركي دمنا لوديبي فلم يصبحنا مع أحد منا بوله قل يا هيا جي كلام منا لما يتصبح سنين نبي محمد يا فرتا صحابي وما له علماء بدعي قالوا سنة قاركود بود ليش هذا مسائل كخلاف هذا حديث كان قصته وكدروا سين أفرتا صحابي يا النبي عليه الصلاة والسلام سعب كودة أي كودة تصبح صدق إذن مخلوقات كقار بين التسبيح دو ده مغلي كرناه وإلهي مركو دونه ينا مغشيه بل أبو هريرة حديث الصحيحين كوية اللي ورين يواك له
نبي عليه الصلاة والسلام بأو حكوا الرمي النبي نبي هذا كم دا قرآن شقرين تي قدبتنا أمري بول كي قرآن شدي ما شدني لجبه أو إلهي كوه حيودي مركاسي ما هل قرآن شاكو قرين تي دبتنا واحد على أكتي أمة من الأمم تصبح أمة أمم كإلهي كم دا تصبح سني سميت هلكت يعني لولا واحدة هل واحدة بلد حبيتك قرين تون ما ديش هذا مدة نوردن أيها الأحبة تسبيح ذا هي تحميدا درادد آيات تسبيح ذا تضرب الصورة ذا القرآن كم ذا قول بالعظمة صيغة فعل أمر هي فعل ماضي هي فعل مضارع هي مصدر هي أنت بنا وقصار أورين إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحشر هي الصف لبدأ يضاد وقهر يدوى سمد سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي سورة الحشر نكون بلا بمطا سورة صف نكون بلا بمطا سورة الحديد ما في الأرض قم بها والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سورة الأعلى نيضه فعل أمره سبح اسم ربك الأعلى سورة الإسراء نيضه مستر سبحان الذي أسرى بعبده الليلة تضب الصورة ضد القرآن كم ده أي إلهي تسبح دينا وقوب بالعبيد سين لينو الدرنسية مهمة دينا شن كم ده نحمد لده لينا وقوب بالعبيد الحمد لله رب العالمين يا نعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يا كهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يا صبأ هي محي فاطر شن صورة ضوضة كم ده قرآن كان حمد لله لغو بلابه انت ميلودة كلايكو صار ارتينا ترمى له إذن أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينوت المامي التسبيح ده إيا وين ديد بل إلهي أنبيا دي سوينا وقور رمي يا قرآن والنبي كم دي إلهي وتلمامي وظيفة النبوة إنا كم تايبة تسبيح إيه وحوض البدين النبي اللي بعدين لقوا كالميان إنا كم تهينا تسبيح صدع واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البدين وحاصر كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بي بولي هارون إنا النبي إيقردكته walaalkay haaruun inaad nabi iga dhigto oo igu xoojisid oo arinka ila wadaajisid waayo kaynu sabbihaka kathiira wanadhkuraka kathiira markay kaalmada dalbadeen fircoon loo direyna ilaahay muxuu ku yiri idhaba ila fircauna innahu tagha maxaa fircoon markuu tagayay la yiri walaa taniya fi dhikri ba ilaahay yiri fircoonka xoog badan leh يا أسكر يا عيدا يا وحك استباه استا أتجب إلى هيري زاد كينو لكن وحويا ولا تنيا في ذكرها كنو بين ونير حسكيا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله ذي وحي لمدة كواها كنو بين بايلة إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة إلهي النبي يونس بن سيرين صار شجنا وكجو الرمي نبي الله موسى إلهي كور الرمي يا مركين معذور عصبوناتي ربك مركو ويديستي انتو جعلادي انو اركو إله وانكو اركا اللي يري إلهي سبحانه وتعالى وحو يري اكي كرمي سيبال هذا بورتان اي هذا اي بورتو تاقناتو واسورتا قلبنا اينا دي اركتو بورتي بعد لا شيء فلما فاق قال سبحانك تبت إليك مركو ميرابي با إلهي سبحانه وتعالى وحقوب بلابي سبحانك تبت إليك إلهي وديك عيب كدير عيب يحما ديك كدير وكو توبتك نيبولي وأنا أول المؤمنين بانا نحي ككوادك الرميين ندونك لغوارك كارين نبي الله زكريا مركو ضلبدين وآيض هلو إلهي ببري بري عجب قبطه كرامات مريم مركو أركي
أي بريع عجب قبت إلهي ويدستي ربيني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا إلهي بريع عجب لبريء بريض بريء يا ومحي وحن دون إذا كسر تقل هين بو إلهي وشيغان إيا لكي وحلي هذا أكتاد وكسر تقل إلهي أنا قمد حواي عداد وواقبوبي وإسلام تيدي واقبوبي ووحمد ليسه markii horena caaqir bay ahayd daina waa u raacdo iyadoo yaro caaqira waa laga yaabaa inaad sidaado mala hadii uu meel la taabto way iska dhali doonta laakiin xadkiiba waa dhaaftay ba rabbi ayuu ku tilmaamaya nabigu sida markuu sheegtay ilaahay wuxuu yiri waa ku siiyay ilaahay waa aayadii yelbuu yiri waxa la yiri aayadu wax weeyaan saddex maalmood baad aamusnaanaysaa لكن ربي قاواد التصبيح سنة سواد حصيصه آيات وتسبيل قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وصبح بالعشي والإبكار وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى ورمي يا نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يريدك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي باولقين يوحور لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوحور رمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى لا دواك انشت كيو سقان اندت كوبي يري الراعيانة أنا قاية انتي الراع ضيبا وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي إلهي وحينا غور رمية مخلوقات كأكتي سكد الدو ملايكة الإلهية الشقد ودبينيتي وإنا لنحن المصبحون بليل وإنا لنحن المصبحون جملة اسمية لا أتكي أدوات التوكيد من ليس أجي أي كشة جانا يا الملائكة شقد ودبين كاطي وإنا لنحن المصبحون إلهنا ووفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون يبنا واشيكتين ربنا واشيكا ربنا وحلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون كلا قوم له وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحينا غورما يجنة ددت كل قيانة إينا شقدو دينا كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي أيغان الشقد وداب إله إليه سبحانه وتعالى أيها الأحبة هذه القرآن كسيدة وبالبلادية إنتا النصوص كتغانا سوقا دانينا إكبادا تهينتا الشيغي وهي قربان السلوان قري كريواي قرآن كإنتا قصار ورتي التسبيح هي التحميد ترمله أدبي أبادنتي إلهي سبحانه وتعالى ينفر أيه قور والبا وقت كستوى آذنه وشيقي كرؤون قرآن كوحا قلت الله يدو للي تصبح صدا صبح هبين صغر دحي وابري حد قرد عقوة قور كستبى إلهي وحلي تصبح صدا إذن تصبح دو حي كمتاه ورد قمرك هرم مطلقا بي كمت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات سيقاد اتربض النسونة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قابك الله تصبح سنية أحاديث تهداد أخذر النبي عليه الصلاة والسلام جدر صبح كصارتي أما حمد كصارتي أدبي اتربضين هنا تلمام ينوعيات كتصبح ذا الله ماضه دي صلاة دمان تيدنا صبح باب الله هذا ولذلك بعلماء الصبحة والضحى
أما وك عمر لقاش شقين ولي لو كنت مصبحا لا أتممت. علماء دبر بايد هذا سبحان أنت بدن تصنع ذا ليدا لكن مفسرين بدن بابه قبان مع تكلين ليدا هذا. غور ما وقت والبوال التسبيح صح حالك استعد كشرته. مركاد يابتا سبحان الله ليدا هذا. مركاد يبي كقبصتا سبحان الله وبحمده ليدا هذا. مركاد نمعاد هشو أما يكون عصبوناته أيا ليدا هذا فرس كاغا مركاد فول إسال ليدا هذا مدى بدى هذا قاري قاري سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين نمع عصب مركاد هشو سيدي النبي موسى ليدا هذا سبحانك مركاد دعاي سان إسال ليدا هذا فسبح بحمد ربك واستغفره مركاد دنبي قرن إسال ليدا هذا قصدي سورة النون كتالي أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون إذن حل كسته هذا يدبك وهيسته هذا ينمعك وهيسته هذا ديابنتهي هذا وحكسته الظروفات ككمدة ولا تسبح صداه تسبيح ده سمرهات كقوسان السانة كوين الدم بدافشه نبو عليه الصلاة والسلام حليه من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل الزبد البحر قفك يلاهده ما لم بغلتر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دم بقسال الله دافا وإن كانت مثل الزبد البحر حور كبدا وكلا هدى إلمي موجد بدا هدى إليك تهي والله دافع أبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام دم بيقا قال لغو دافع إياه وحيش الدئي يردبكو حيثتا لغا دافع إياه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحي عدير الله ابتكاك اجرى لغاق نافيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين بل علماء وحيلين انشراح الصدر قود البضي نبي موسى وحيل أهدان وثمرة التسبيح والتسبيح الصبب لانشراح الصدر بين هذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ما كسوى ذي كي نصبحك كثيرا تو وإلا ويطهي بين هذا سيدا وقيل ما دام انه بالعبادة كترنه عاونايته هبين كي نرجين اني ارجى ليلة في لو رجين اني ليلة القدر تهي هبين وردي الذكري يا الهي حسكي اي تهي قفك مسلم كي وبتصده ادونك انه ما انت كله نهينا عبسي يدب اي مشكلة دايكة تاغنتي أفرتي ضد علبنا مسلم أو يمد سكرا هذا يمد المين يمد أنت يمد لسيسي ذا وكم مغضى ولما أنت أهل حق الشيخين يسيو بضن أهل السنة والجماعة أيو بضن أنت ما أنت عالم كل كديدي إن كوي هيستيبا كديدي حكام توها إن كوي قاليد با كديدي إن أهل بدع قالوا صور راعي با كديدي اسكو ضد روحا سو كديد انو دنيده تاغن يحي ادي وحس كدين كاريسا و اس كدين انت كلي وحي كوبكسون او لابتود الهي كو شافر يا سبحانه وتعالى ان ترى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الهنا قراك وحي نقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا تبان ميلود بقران كاكاكا سوارورت كثيرا نون الهي دبوضو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ماها قرا الهي منتو يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا الله انت اللي يريه ايا كثيرا كثيرا دبطا الله وسبحوه بكرة واصيلة بإلهي الهي حس حس ترب ضنله وسبحوه بكرة واصيلة سبحانك اللهم بحمدك ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.